يا رب استر يا رب رب استر. مراد انا عماله اكلمك عايزه اطمن عليك وعلى باباك، ممكن تكلمني؟ عبدالله عايز ايه ده كمان؟ اي عبدالله صحتك؟ لا انا صحية، في حاجة؟ يعني من شوية كده حصل موقف كده مش عارف احكي لك تفاصيله، يعني انما هقولك الخلاصة. مش فاهمة. يعني من شوية كده حسيت ان بيتي بقى فوضى ملوش حرمة، فقعدت افكر ايه اللي وصل لي الاحساس ده، فاكتشفت ان البيت مفهوش ست مفهوش زوجة. انا مش عارف انا بقول الكلام ده ليه، يعني انا حسيت ان انا عايز اقوله لك. بقولك ايه يا عبدالله، ادخل نام. انام؟ تدخل تنام، ما انت هتصحى الصبح عادي مفيش اي حاجة خالص، تصبح على خير. ناقصك انت كمان ليلة الزوج دي. ايه اللي انا عملته ده؟ ما كانش مفروض اتكلم. الف سلام عليك يا جهاد بيه. متشكر متشكر يا اسماعيل. ميرسي. البيت بيتكم. شكرا. انا هكتب لك روشتة، هنطلب شوية تحاليل علشان نطمن عليك، وهكتب لك كمان على شوية ادوية كده تاخدهم على ما نعمل التحاليل، وعايز راحة تامة في البيت 3 ايام لغاية ما تطلع نتيجة التحاليل ونطمن. اوكي؟ حاضر يا دكتور. اتفضل يا دكتور. اوكي. فاحنا التلاتة كنا في اجتماع وكنا بنوصل مدام نهال، الباشا تعب شوية فطلعته عندها. مفهوم. واضح ان الباشا كان بيعاني من حالة هبوط شديدة، وده ممكن يكون نتيجة ارهاق. طبعا. تدخين، ضغط عصبي. المهم التحاليل دي لازم تكون عندي بكرة بالكتير. اكيد هعمل كده وابعتهم لحضرتك على طول. تعاملك معانا يا دكتور. ان شاء الله. شكرا. مع الف سلامة. مع الف سلامة. اتفضل. مع السلامة. أنا عايز أعرف إيه الموضوع بالظبط. هو دخل الحمام وفضل جوه كتير مش بيخرج، فأنا قلقت. دخلت عليه لقيته مغمى عليه في الأرض، وأول ما فاق قال لي كلمي لي مراد. نهال، مش ده اللي أنا بسأل عنه؟ أبويا بيعمل إيه هنا؟ بابا جوه، اسأله. متجوزين يا مراد؟ متجوزين بقالنا سنة، بس مش بشكل رسمي. ليه بس كده يا باشا؟ ليه؟ عمرك ما تسأل راجل اتعلق بأي ست ليه؟ مش بالضرورة يكون في سبب منطقي له. في أمور بتحرك مشاعر الراجل بتخليه ياخد قرارات معينة عشان تريحه، بغض النظر بقى القرارات دي صح ولا غلط. بس أهم حاجة بقى تبقى عارف إنها غلط. مراد أنت لا شفت ولا سمعت حاجة. أنا كنت حاسس إن هموت يا مراد، عشان كده قلت لها أكلمك. الحاجة اللي عايزك تتأكد منها إن
علاقتي بنهال دي عمرها ما هيكون لها تأثير سلبي لا عليك ولا على والدتك. أنا عايز أروح يا مراد. ساعدني. حاضر يا بابا. حاضر. يا حبيبتي. تيريا. يلا حبيبتي. باي باي. باي. صباح الخير يا حبيبتي. جود مورنينج. مش قدام البنت. اتفضلي يا حبيبتي. هو انا قلت ايه؟ ايه ده؟ انت لسه واقفه؟ بطمن عليك. ويا ترى انا كويس؟ نعم. روحي اعملي لنا اتنين شاي. لا بلاش شاي عشان صحتك، هعمل لك برتقال. ماشي. انت عارفه ليه يا روعه انا مش قادر اخد خطوه الارتباط الرسمي؟ ليه يا كرش عمري؟ عشان طبيعه شغلي. انا حياتي صعبه يا روعه والمخاطر محوطاني من كل ناحيه. انت تقصد تقصد لا بلاش الكلام ده، قصدك انك هتموت؟ وانا ما يرضينيش انك تفضلي ارمله وانت لسه في عز شبابك وجمالك. لا انا ما عنديش مشكله ابقى ارمله، المهم ان اتجوز. وبعدين ما انت يعني هتقعد معايا حبه حلاوه روح، ما هو انت مش معقول هتتجوزني من هنا وتموت من هنا. غالبا ده اللي هيحصل. ليه يا هيثم الكلام اللي زعل ده؟ هو يعني انا ما بحبش الكلام ده بصراحه. هو انا هاكلك؟ ما بلاش الكلام اللي زعل ده، مش هاكلك انا. متاكده؟ على حسب. اهو شفتي؟ انا كمان بحبك قوي يا مراد. اخيرا بجد يا غريب. بجد طول الوقت انت في تفكيري، بعملش حاجه تانية غير ما بفكر فيك وبس. طب ما انا زيك ويمكن اكتر كمان منك كتير، مش عارف افكر غير فيكي ومش عارف اركز في اي حاجه، برغم بقى ان انا عندي مليون الف حاجه لازم اركز فيها. شكلي كده هتجنن بسببهم يا غريب. لا انا عايزاك تركز عشان تفضل قوي،